Bon. كيفاش باش نبدا الفيديو؟ خاطر الحقيقة معناتها الموضوع اللي باش نطرحوه اليوم في الفيديو ذي موضوع حساس برشا يمس بلادي الكل. الحقيقة أنا قبل ما نبداها الفيديو ذي كنت متردة برشا وما معرفتش معناها حسيت اللي لازم نحكي فيه الموضوع اما بطريقة ما تجرحش العبيد اللي قاعدة تفرج فيها. الحقيقة معناها ذي قضية تمس البلاد التونسية الكل principalement معناها لي جون. قضية ما نعرفش كان ما تتحملش ممكن البلاد تفقد عجلة عبيد تلقاهم عمرهم من 15 حتى كشي 18 سنة يحكيو على الموضوع هذا. كيفاش جماعة 2002 باش يقراو مع جماعة 1999 فرد ليسي؟ كيفاه؟ عندي سؤال، الحكومة وين؟ الحكومة وين في الحكاية هذي الكل؟ يا أخي لاهين بالحكاية الفارغة كيفاش البلاد باش تتحسن؟ كيفاش باش نحسنوا في الاقتصاد تاع البلاد؟ علاه لاهين في الحكايات الفارغة ومخلين الموضوع هذا؟ كيفاه جماعة 2002 باش يقراو في مع جماعة 1999 فرد اتابليسمون؟ ما نعرفش بالحق ما نعرفش ما عادش عندي كلام الجماعة هذوما اللي يحكيو كيفاش متقلقين ضربتهم ديبريسيون بالحق تلقاهم الأكثرية تخوازيام اني كاتخيام معناها تخوازيام باك يهبطوا في ستاتويت كيفاش فما عباد جايه تقرا بروميير. انا نطالب من الحكومه حاجه بركة كل عام مثلا 2002 تعملوا لهم ليسي وحدهم، 2003 تعملوا لهم زاد ليسي وحدهم كيكا باش نبطلوا معناها بالعربي، 2001 ليسي وحدهم كيف معناها لوي تو البلاد كبيره كي تراها في الخريطة معناها كي تغزل الخريطة ظاهرة البلاد كبيرة، ظاهرة عنا اسباس باش نعملو برشا ليسيات، ظاهرة الحكاية عليه مخلين اسباس باش تعملو انفستيسمون تاع شركة مجاية من برا وعليه شنو باش يفيدكم؟ ما هو تلهيو بهالجماعة هذوما اللي ضربتهم ديبخيسيون كيفاه شنو هو؟ تلهيونا بهالجماعة شوفونا حل راهو كان ما يدخلوش يقراو جماعة هذوما البلاد باش تيق ما ينجموش يقراو مع جماعة 2002 ما ينجموش ما يركزوا في الكلاس الا ما يتنحاو جماعة هذوكم ما ينجموش. رانا فدينا بدلونا ديسك يا خويا شوفونا موضوع اخر تحكيو عليه اي موضوع في الدنيا اي شوفونا موضوع اخر شوفونا حاجه شو انا مانيش باش نعمل لوسون دو مورال خاطر انا بيزي عملت حاجات هكا قبل كيف نقولها بطريقه باهيه تحبوا تظهروا رواحكم ما لقيتوش كيفاه طريقه اخرى باش تظهروا توليو تليو في حكايه كيما هكا اما امان في قرانا فدينا